إسكندر ابن الفحل الحجرز للملك والمدرب محمد مزارين مع خيال أياس أبو جمل على مسافة 1200 متر من هو الخيال على غرفات على صهوة دينار من الفحل لهب من الأب اللهيب والأم البر لطيفة بنت صخرة واللطيف لطيفة بنت البر اللطيف من الفحل البر الكمار والأم صخرة بنت أمان أم الفحل دينار هي بنت مجالي ايضا مجاني ابن مالك والام صخره الثور الام روعه الملك محمد اشقر المدرب غازي حماد دينار لموسى الصقر غرفات المدرب احمد غرفات الخيال علاء غرفات كثير في التفيت دور كبوت شلال الصقر السنجابي الفحل السنجابي في حديث مصنعة الامبريال ايميجل الفحل امسافة امبريال والامة التالية هي الأنفور من دافيد ايضا ابن الفحل الحدرز ابن الفحل لهيب الحديث مصنعة دينار تيتانوس صاروخ صقر السنجابي واسكندر الخيول كلها في بوابة الانطلاق لحظات وتفتح البوابات يلحظة ابن دينار تيتانوس صاروخ صقر السنجابي واسكندر وتندفع الخيول اخواني باندفاع قوي محمد يندفع على صهوة صاروخ ولكن على غرفات ينتزع السفير على صهوة دينار الخيول لا تزال في المراحل الاولى السالم العقبي يسلب بشده وفي المراحل الاولى من تيتانوس الخيول قباله المنعطف الاول لاحظوا هذه الوتيره العاليه بعد الشيء على مسافه 1200 متر تيتانوس سالم العقبي يسلب من تيتانوس الانتفاع على الرفات لا يزال يحافظ على الصداره مع دينار الخيول الان تهدئ من الوتيره بعد الشيء قباله المنعطف الاول اياس ابو جمل يحاول الاندفاع على صهوة اسكندر الى ان محمد على صهوة صاروخ الان اياس يتقدم المرتبة الثالثة على صهوة اسكندر لا يزال على اغرفات يحافظ على الصدارة مع دينار الخيول ما بين المنعطفين على يحاول ان يفتح مسافة ولكن تيتانوس يحاول ان يقرص المسافة الخيول الان بوتيرة اعلى بعد الشيء قبالة المنعطف الثاني والخط المستقيم والمراحل الحاسمة دينار ينفرد بالصدارة دينار بالصدارة مع الاغرفات تيتانوس يندفع الى الخلف تيتانوس يندفع الى الخلف مع سالم العقبي دينار يحافظ على الصدارة ما شاء الله دينار يبدو ان هذه البطولة قد حسمت على اغرفات مبروك محسن تيتانوس مع سالم العقبي واياس ابو جمل على صهوة اسكندر في المرتبة الثالثة
الله ظلم بنت مجاني للملك موسى الصقر الرفات المدرب احمد الرفات والخيال ابو حسين علاء الرفات الف الف مبروك ما شاء الله كل الاحترام دينار ابن الفحل لهب المنحدر من سلالة الفحل لهيب والام لطيفة بنت الصخرة بنت امان ما شاء الله كل الاحترام الف الف مبروك مبروك حبايبنا الف مبروك لاحمد الرفات مبروك دينار مبروك ابو حسين الف الف مبروك واحمد الرفات مبروك دينار للفحل لهب الام بنت مجاني سلالة الصخرة بنت امان مصنع الابطال بعالم السباقات مبروك على ألف ألف مبروك ونتحيي إذن أيضا لتيتانوس عند الفحل التوار والأم الروعة ما شاء الله منافسة رائعة للفحل تيتانوس مع خيال سالم العقبة أبو آدم حتى الأمتار الأخيرة تيتانوس حصل على المرتبة الثانية الملك محمد الأشقر المدرب غازي حماد ألف مبروك تيتانوس إسكندر ابن الفحل الخضرس صاحب المرتبة الثالثة للمالك والمدرب محمد بدرين مع خيال أياس أبو جبل